النقط اللي انا عايز عشان ما اطولش لان انا بيهمني ان انا اسمع لحضراتكم، احنا شغالين على مستهدفات. الحمد لله التضخم في نزول وحضراتكم اكيد شايفين الارقام. كون ان احنا قدرنا ان الدين بتاعنا كان في 31 ديسمبر 168 وننزل بيه 153 في 6 شهور، ده رقم مش قليل ونزول كبير جدا. الزيادة الاحتياطي بتاعي من حاجة و30 الى 46 ده شيء اخر. الارصدة بتاعت البنوك المصرية في الخارج او ما يطلق عليه النت فورين اسيتس او اصول الاجنبية للبنوك المصرية، وعلى فكرة اي مستثمر واي مؤسسات تصنيف مش بتبص فقط على الاحتياطي وحجم الدين، بتبص على الرقم اللي انا بقول عليه ده اللي هو الاصول الخاصة بالبنوك المصرية في الخارج. احنا كنا ماينس 27 مليار، كنا بالسالب، معناها ان البنوك المصرية عليها التزامات ب 27 مليار دولار، النهاردة بقى فيه فائض 10 مليار. كل دي بيدي رسائل ثقة لدولة، هل الدولة دي قادرة على الاستمرار ولا لا؟ هل الوضع الاقتصادي بتاعها بالرغم من كل اللي حوالينا وكل الكوارث اللي حوالينا الدولة دي قدرت تعمل هذا الكلام في خلال 6 شهور؟ طب الفترة الجاية هتعملوا ايه؟ كل تركيزنا استمرار الانضباط المالي، حجم الدين بتاعنا يفضل في مسار نزولي، احنا مستهدفين ان الدين كله كدولة يبقى اقل من 80% على سنة 27، سواء دين خارجي او انا بتكلم اجمالي الدين بتاعنا كدولة، محفظة الدين كلها تبقى في مسار نزولي. مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، احنا كان 27-30%، السنة دي بنتكلم على ان مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات هتبقى 50%، بحلول عام 2027 هيتعدى 65% و70%، ده قطاع خاص. لما اتكلمنا وعملنا وثيقة سياسة ملكية الدولة، على فكرة احنا تقريبا الدولة الوحيدة في نطاق المنطقة بتاعتنا اللي اعلنت عن النوعية دي من الوثائق وبننفذها، وقلنا موضوع الطروحات والكلام ده كله مش موضوع تاني بيع، وبأكد عليه أنا بعظم من الاستفادة من أصول للدولة كانت معطلة. لما بشرك معايا قطاع خاص أنا كدولة بستفيد من هذا الكلام، وبيبدأ يجيب لي عائد أقدر يمكنني أن يبقى عندي موارد أخرى غير الموارد الضريبية. فإحنا الحمد لله اللي اتحركنا فيه في هذا الشأن يعتبر شيء إيجابي جداً، وكل المؤسسات بتثني على هذا الموضوع، وكل بيقول إيه المؤسسات الدولية هتستمر ولا لا؟ هو الكلام كله هتفضلوا على هذا السياق ولا أنتوا هتركنوا إلى التحسن اللي حصل وترجعوا إلى ما كنتم عليه؟ ده الكلام اللي بيتقلنا بقى جوه الغرف المغلقة مع المستثمرين الأجانب ومع المؤسسات الدولية، عايزين بيتمنوا أن الدولة تستمر على هذا السياق، وإحنا كلنا أعلننا التزامنا بهذا الموضوع. إحنا متحركين عايزين نعظم الاستفادة من أصولنا، مشاركة أكبر للقطاع الخاص وبالذات في قطاعات زي قطاع الصناعة والسياحة وكل المجالات المختلفة بتاعت الدولة، علشان يبقى دور أكبر للقطاع الخاص في هذه المجالات. كل اللي يهم المستثمر الفترة الجاية، وعلى فكرة كل درس وبيقول لنا إيه، أنتوا مش محتاجين تعديلات في التشريعية، أنتوا عندكم قوانين جيدة جداً، بسطوا الإجراءات، وضحوا المنظومة الضريبية بتاعتكم. الإجراءات بتاعتكم هي المشكلة، إن عندكم حزمة من الرسوم والإجراءات اللي بتخلي الأمور مش واضحة لأي مستثمر. ده شغلنا شاغل الفترة الجاية، إزاي أبسط الإجراءات، إزاي أقلل، ويعني يمكن السيد وزير المالية في خلال فترة بسيطة جداً هيعلن عن السياسة الضريبية بتاعت الدولة المصرية للعشر سنين الجاية، عشان نطمئن مناخ الاستثمار الداخلي قبل الخارجي. إزاي نبسط الإجراءات بتاعتنا ونوحد الإجراءات ونتجه أكثر للرقمنة والتعامل من خلال المنظومات الرقمية، بدل عشان نقلل الاحتكاك ما بين الموظف والمواطن والمستثمر.